عقد رئيس مجلس الدولة الصيني لي محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وغيره من كبار المسؤولين الكنديين اتفق البلدان على البدء بآلية حوار سنوي بين رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الوزراء الكندي وقال لي كاتشان إن الصين راغبة في تعزيز التبادلات مع كندا على جميع المستويات مضيفا ان بامكان البلدين ان يستفيدا من علاقات تجاريه اوثق ومن جانبه رحب جاستين ترودو بزياره لي وباليه الحوار الجديده قائلا ان بلاده ترغب في توسيع التعاون مع الصين وفي نفس اليوم التقى لي مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فوري ورئيس مجلس العموم الكندي جيوفريغان وقال لي ان الصين راغبه في بذل مزيد من الجهود بشان القضايا التشريعيه والتبادلات الشخصيه مع كندا على اساس الاحترام المتبادل والثقه المتبادله وان الصين ستعمل مع كندا لخلق عهد جديد من العلاقات الثنائيه واجتمع لي كاتشان مع رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريتيان وقال في الاجتماع ان تعزيز العلاقات لا يفيد الشعبين فحسب بل يدفع السلام والتنميه في العالم كما اعرب لي عن امله في رفع العلاقات مع كندا لتكون في مقدمه علاقات الصين مع الدول الغربيه